اليوم وقد زارت مؤشرات التصميم على وقد خضت هذه الانتخابات مؤمنا بان مصر هي من سياسه وطن التعدد والتنوع والوحده في مصر الوقت، ان مصر ليست صوتا واحدا ولا رايا واحدا ولا اختيارا واحدا. مصر التي عرفناها هي وطن لاختلاف البناء، وطن لتعدد الاراء، وطن لاختيارات مفتوحه كلها تهدف الى مستقبل جديد لهذا الشعب. اعتقد انني مع شركاء اجيلهم واحترمهم وحمله متفانيه افخر بها. قدمنا فرصة للاختيار لشعب قادر على الاختيار، والآن أتت اللحظة التي أقول فيها لشعبنا العظيم أنني أحترم اختياره وأقر بانتصاره في هذه. وكسبنا احترامنا لانفسنا، خسرنا الانتخابات ونامل ان نكون قد كسبنا مصداقيه لدى هذا الشعب الواعي الذكي. خسرنا جوله لكننا على نفس الايمان واليقين اننا في نهايه المطاف سننتصر لاحلام هذا الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. توفرت لهذه الانتخابات عوامل كافية للنزاهة ولا للحيدة من أجهزة تنفيذية ومن وسائل الإعلام اختارت طريق التعبئة بدلا من التوعية، ولا من رأس مال عبر عن تأثيره على قرارات المسلمين. لا نذكره إلا لأننا حريصين على المستقبل والإجراءات. أيضا تعرضنا لتضييق ومنع المندوبين واعتداء عليه وعرضهم على نيابات وإخراجهم من لجانهم وتصويت في ظل تأثير بدعاية داخل اللجان وشبهات للتسويق. وكانت كل هذه الانتهاكات على مرأى ونسمع وثقناها في بلاغات للجهات المعنية، ثم فرض علينا يوما ثالثا مقحما رفضناه منذ البدء واعتبرناه يلقي بظلال كثيفة على نزاهة وعدالة هذه الانتخابات. وأتت النتائج المعلنة ونقول لقد اخترنا بوعي وإدراك لكل الصعوبات أن نخوض هذه المعركة. لم نهرب من واجبنا في أن نقدم بديل يعبر عن أحلام المصريين في مجتمع للعدل والحرية والكرامة الوطنية. حملنا العبء في لحظة كان علينا أن نقدم من بين صفوفنا من يطرح البديل الذي نقتنع بأنه تعبير عن مصالح الشعب وتحقيق لأحلام جيل جديد ووفاء لدم الشهداء والمصابين. لم نتهرب من واجبنا عندما كان علينا أن نخوض هذه المنافسة، ولم ننسحب من هذه المعركة رغم ثقل ما عانيناه فيها من الحراس. كان قرارنا
واضحة. النسحب مندوبينا في اليوم الثالث حرصا على سلامتهم، وألا ننسحب من الانتخابات حرصا على سلامة الوطن. ولكن العملية الانتخابية والمشهد الديمقراطي في هذه الانتخابات أصابوا كثير من الانتهاك والاختراق وافتقاد الحيدة.